no من اجل ابراز دور علماء الحوزه العلميه في النجف الاشرف لمجتمعنا الحاضر وللامه الاسلاميه وهذا لا يكون الا من طريق اقامه الندوات او المؤتمرات لذا قرر مجمع الامام الحسين عليه السلام العلمي لتحقيق تراث اهل البيت عليهم السلام اقامه مؤتمر خاص لاستاذ العلماء المحقق مرزا محمد حسين النائيني قدس سره بالمشاركة مع مركز مديرية الحوزات العلمية في قم المقدسة وتعقد هذه اللقاءات مع أساتذة حوزة النجف الأشرف لأجل توضيح شيء بسيط عن مراحل حياته المباركة للمجتمع ولطلبة الحوزة العلمية وحثهم على المشاركة في هذا المؤتمر المبارك الذي سيعقد في شهر ربيع الأول من سنة 1446 للهجرة بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم في طليعه علماء القرن الماضي الميرزا محمد حسين النائيني المعبر عنه بالمحقق النائيني طاب ثراه الحديث عن المحقق النائيني قدس سره حديث عن العقليه العلميه التي كان يمتلكها المحقق النائيني عندما نتامل في التراث العلمي الذي ذكره وطرحه المحقق النائيني قدس سره فإننا نجد أن هذا التراث حافل بمزايا وبخصوصيات لم تتوفر لدى غير المحقق النائيني مع أن المحقق النائيني عاصر علماء عظام ومحققين كبار وخصوصا معاصريه وهما المحقق اغاضياء الدين العراقي والمحقق محمد حسين الاصفهاني قدس سرهما الا انه تميز عن جميع معاصريه من العلماء والمحققين بهذه المزايا العلميه الفريده الميزه الاولى العقليه القانونيه عندما يقرا الانسان كتاب البيع للمحقق النائيني يجد ان هذا الانسان يتميز بعقليه قانونيه فريده كانه استاذ من اساتذه القانون في اي جامعه من جامعات العالم قرأ فقه البيع ودرسه وطرحه بشكل قانوني متميز ولأجل ذلك نرى أن القانون قانون المعاملات في إيران وقانون باب القضاء في إيران منذ خمسينيات القرن الماضي اعتمد على كتاب المحقق النائيني تنبيه الأمة وتنزيه الملة فإنه في هذا الكتاب حاول أن يصوغ الدولة القانونية أو السلطة التشريعية من حيث قدرتها على إنجاز القوانين انطلاقا من الجذور العقلائيه للقوانين وكان موفقا في ذلك جدا ولذلك اخذ هذا الكتاب نبراسا ومصدرا للقانون الايراني منذ ذلك الوقت الميزه الثانيه للمحقق النائيني انه يعتمد عاده على المرتكزات العقلائيه فهو في فقهه وأصوله يتميز على بقيه الأعلام أنه ينطلق من أحكام العقلاء ينطلق من المجتمع العقلائي فيصوغ نظرياته في الفقه والأصول بما ينسجم مع رؤيه العقلاء وهذا جعل نظرياته في الفقه والأصول أقرب إلى القبول وأقرب إلى الإقرار بها من نظريات غيره من أعلام الأصوليين والفقهاء نتيجة لانطلاقه من الرؤية العقلائية الميزة الثالثة للمحقق النائني كما عبر عنه جمله من اساتذه الحوزه بانه مهندس الاصول علم الاصول كان فيه بعض البعثره وتداخل النكات وتداخل بعض الابحاث لكن لانه يمتلك عقليه منهجيه فريده حاول ان يهندس العلم فنلاحظ انه فرزه فرز الابحاث وفرز النكات ووضع مصطلحات لكل بحث حتى يكون الدخول والخروج من البحث واضحا عبر المصطلحات التي وضعها واسسها المحقق النائيني قدس سره لذلك نرى ان المحقق النائيني لانه هندس الاصول هو اكثر المحققين في عصره في وضع النظريات. اي عندما نقارن بين التراث المحقق النائيني وتراث غيره نرى ان تراث المحقق النائي حافل بنظريات اكثر ومصطلحات اكثر من تراث غيره نتيجه لعقليته الهندسيه التي دخل بها في مجال علمي الفقه. والأصول الميزة الرابعة للمحقق النائي هو المنهج التربوي في تدريسه كان يتخذ منهجا تربويا أي أن البحث متسلسل مقسم علي نقاط يركز علي القضايا المحورية في البحوث لا يدخل في الفضول ولا يدخل في الابحاث الجانبية ولا يدخل في الاستطرادات في كل بحث يركز على النقاط المحوريه المهمه في قولبه البحث وغربله البحث هذا المنهج التربوي من التسلسل والتقسيم والتركيز على القضايا المحوريه جعل بحث المحقق النائي جذابا لكل العلماء وكل المحققين في زمانه فنلاحظ ان اغلب تلامذه المحقق الناني هم المراجع السيد ابو القاسم الخوئي، السيد محسن الحكيم، السيد محمود الشاهرودي، الشيخ حسين الحلي، السيد الهاشمي، السيد الهاشمي الاول كل هؤلاء كانوا عيون المراجع من بعد رحيل المحقق النائيني إنما جذبهم لأن منهجه في التدريس كان منهجا تربويا متميزا ولذلك المحقق الخوئي قدس سره كتب أجود التقريرات تقريرا لكلام أستاذه المحقق النائي ولم يكتف بذلك بل انتهج نفس المنهج الذي انتهجه أستاذه في مجالي الاصول وفي مجال فقه المعاملات الميزه الخامسه التي تميز بها المحقق النائيني قدس سره وطاب ثراه ان المحقق النائيني كان يركز في جل ابحاثه على الفكره القريبه من الذهن الفكرة القريبة من الذهن حتى ينتقل الطالب والمتعلم بسرعة إلى فهم أصل المطلب عندما يطرح المحقق النائيني مقدمات قريبة من الذهن تنقل ذهن الطالب بسرعة وبوقت أقصر إلى معرفة لباب المطالب والمحاور الرئيسية في المطالب. لذلك رحم الله المحقق النائني نادره عصره وفريده دهره بحيث اصبح هو المحور في كل الابحاث الى يومنا هذا حتى المحققون في زمانه كانوا ينظرون الى ابحاثه من دون ان ينظر الى ابحاثهم يعني كان المحقق الاصفهاني والمحقق العراقي وغيرهم يصبون ابحاثهم على كلمات المحقق النائني ونقدها ومناقشتها بينما هو لم يكن ينظر إلى أبحاث غيره لأنه كأنه هو المحور وهو المركز والجميع يحوم حول أبحاثه الأصولية والفقهية تغمده الله برحمته وحشره مع محمد وآله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين WHA-